ننتقل إلى يوسف بن جودي الذي فاز معنا. كنت تابعت العام الماضي مشاركة يوسف بن جودي في مسابقة مزامير داود في طبعتها الثانية. يوسف بن جودي، أنت كنت نجم بامتياز العام الماضي وحزت على اللقب العام الماضي في الطبعة الثانية. نود لو نعرف عن نتعرف على حال يوسف بعد مسابقة مزامير داود. كيف هي حياة يوسف بعد مشاركته في الطبعة الثانية من مسابقة مزامير داود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. بعد مشاركتي في مسابقة مزامير داود شاركت في عدة مسابقات وتعرفت على كثير من الناس والمشايخ، وتعلمت أحكام تجويد متون، وصليت التراويح بالجامع الكبير في باب الزوار. نعم، وأنا كنت حضرت طبعا العام الماضي أو هذا العام في مسابقة وهران، المسابقة الوطنية التي شاركت فيها في الأسبوع الوطني للقرآن الكريم. لكن يوسف بن جودي رغم أنه لم يبلغ بعد سن 16 سنة فوضع في فئة كبار الحفظة نظرا لتفوقه الكبير في إتقان حفظ القرآن وترتيل القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كلمنا على هذه المشاركة. شاركت في الكبار، الصغار نجحت فيها، شاركت انتقلت إلى فئة الكبار، شاركت حصلت على المرتبة الخامسة. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، شاركت في كبار حفظة القرآن وأنت لازلت يحق لك أن تشارك في فئة صغار حفظة القرآن. نعم، نصيحتك لكل المتسابقين الذين سيتسابقون معنا في هذه السهرة اليوم يوسف، وأنت كنت جربت هذه المسابقة. نصيحتي للمتسابقين يلتزموا بأحكام التجويد والحفظ. المنافسة ليست كل شيء، حافظ القرآن مكانته في الجنة إن شاء الله، جنة الفردوس بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والفوز ليس كل شيء، صاحب القرآن لا يقال له خاسر، صح، فهو فائز. هو فائز، نعم، وهذا أكبر فوز، فوزه بحفظه للقرآن الكريم. شكرا لك يوسف بن جودي، نعود إليك بعد قليل بعدما نشرع في فعاليات هذه المسابقة، مسابقة مزامير داود لصغار حفظة القرآن الكريم.